عايزاكم مسرح مسرح مع حمدي المرغني والعلاقه اللي تجمعكم والروح اللي ما بينكم. اقول ان هو ده بقى اللي بقول لك بشكرهم عشانه، لان هم احيولي يعني بقيت اروح وانا قلبي بيرقص من الفرحه ان انا عملت افيه مع حمدي، مع عربيه، مع اسس، مع حد من كل حد منهم عملت معاه افيه واتحفر في في, في 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 قلب الناس. انا بشكرهم عليه وكلها ذكريات. يعني هم يعني عارفه الممثل اله، الاله دي لو ما زيتتش كل فتره هتصدي، فهم خلوني دايما نفش ومفيش صدى الحمد لله. اكتر افيه سليمان عيد الناس كلها بتقول له اول ما بتشوفه ايه؟ لا كتير جدا الحمد لله. انا اسف مثلا قصيده بحبك يا كلبه، مع على ذكر الاستاذ حسن حسني ارتجلت معاه في الباشا تلميذ مشهد اللي هو انتباهي يا عسكري مش انتباهي بس، دي ارتجلناها قدام الكاميرا الحاجات اللي الناس حبتها فيها. فيلم الناظر انا لا محدش نخبر ورانا، يعني نخرب ورانا دي برضو ايه ارتجلناها يوم التصوير، فالاستاذ شريف وافق عليها. والاستاذ حسن حسني قال لي حلوه قبل ما اقولها للاستاذ شريف، وكان تملي بقيس على الاستاذ حسن حسني الافيه قبل ما اقوله للمخرج يعني وكده. بما انك فنان واكيد شخص عادي متابع، شايف مين من الكوميديا دلوقتي يتوصل للفنان حسن حسني وليه نفس الكوميديا الحلوه؟ والله انا كان طموحي وانا صغير ان انا اللي اتواصل بالذات يعني، لكن شايف طبعا كتير جدا بيحاولوا، لكن ما حدش بيوصل لمرحله حد وما حدش بيبقى شبه حد. استاذ حسن حسني قيمه في حد ذاته، ما ينفعش نقول فلان هيبقى شبهه او فلان هيبقى شبهه، بس في جراندات كتيره يعني احيوا حياتنا مع الاستاذ حسن حسني، منهم الاستاذ صلاح عبد الله. الاستاذ صلاح عبد الله قيمه كبيره جدا واستاذي، دخلني المعهد وكان ليه فضل عليا، فمن الناس اللي انا بحبهم جدا الاستاذ صلاح عبد الله بعد الاستاذ حسن حسني في الجراندات يعني. تهنئه بس بطريقه افضل لرئيس سليمان عيد اللي هو عليها. تهنئه لمين؟ للشعب. الشعب بمناسبه ايه؟ عشان هابي نيو يير. اصل انا يا جماعه ما بمسكش النتيجه وما بعرفش الايام من بعضها، فهابي نيو يير عشان راس السنه وكل سنه وانتم طيبين. عايزك تشكر بقى